Thank you.
لكن بالنسبة للعلم أقول لو كان بالعلم بوجود الفقهاء شرفا فكان أفضل خلق الله من إبليس. ليس هناك إبليس بيننا وسمحت ليس هناك إبليس. أنتم غمزة الثورة وأساس الثورة ومشعل الثورة وأتمنى أن تستمروا كذلك. ولكن أيضا الآن نحتاج إلى الحكمة حتى لا نضيع وحتى لا نفقد كل ما بيننا. من جاد بالمال ليس كمن جاد بالنفس. أقول لأنس للجو ما ضيعش من المكاسب اللي عملناها هي حضرت طيف وربنا لنحافظ على المكاسب اللي عملناها. أنا قبل دقائق ما لم أحضر إلى هذا المدرج إلا وبيدي شيء. زملائي من يساعدون على وضع حد لكل السلبيات التي كانت في الماضي. احنا بدانا من انفسنا وانتم في المقابل ايضا عليكم واجب. مثل ما لك حق وانا اعطيك هذا الحق ايضا عليك واجبات. في قسم المحاسبه بعد اليوم لن تجني بفرد بماده احد واحد منهم. Yeah.